رحمة الله وبركاته، مع البرادر يحيى. شفتك بسجل إن شاء الله السيئات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، أحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. في يحيى، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.